بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمال لموضوعنا، موضوع مبادئ الليزر، سأحاول أن أحل هذا السؤال معكم. رأيت هذا السؤال وعجبني، أعتقد أنه سؤال مفيد جدا لكم. طبعا من تابع معي موضوع الإلكترونيات الضوئية سيجد كثير علاقة بينها وبين هذا الدرس، درس الليزرات. هذا السؤال جميل، طبعا يجب أن يكون لديك معلومات سابقة عما سأتحدث عنه. طبعا سؤال بيحكي: أثبت أن مجموع السرع VG group velocity يساوي VP phase velocity، سرعة الضوء في حال عدم وجود التشتت. في حال عدم وجود التشتت، لما يتشتت جزء من الضوء، وبحال وجوده لا يعدان متساوية. طبعا مرة أخرى هذه الرسمة استخدمناها سابقا، مرة أخرى نحاول أن نرى ماذا نقصد. ينتقل الضوء على شكل حزم موجية group velocity، على شكل حزم موجية داخل كل خط أزرق يسمى فيز طور، والخط الأخضر هو عن الحزمة كاملة أو المجموعة كاملة. الخط الأخضر عن الحزمة كاملة. طبعا في حال عدم وجود تشتت لا يختلفان، في حال وجود تشتت يختلفان. حاول أن نثبت هذا الكلام. طبعا في بي سرعة الفيز يساوي دي زي على دي تي، مشتقة المسافة زي، لأن هذا ينتشر في زي بالنسبة للزمن. طبعا موضوع مشهور في علم التفاضل والتكامل وعلم الميكانيكا، السرعة هي مشتقة المسافة بالنسبة للزمن. وأيضا السرعة تساوي أوميجا على ك، تساوي الزاوية الطورية على ثابت الانتشار. تعلمنا هذا أيضا في موضوع الموجات. إذن لو بدلناهما ك تساوي أوميجا على في، في بي في الفيز الخاصة بالطور. طبعا هذا أنا عملته الآن، سأشرح لكم لماذا عملته. الموضوع كان عن الفي، ونستذكر بأن الفي بي في فيز هي تساوي سرعة الضوء على إن، لاحظ متغيرات كثيرة تدل على عليها جبر كثير في الموضوع. في بي سي على إن، سرعة الضوء من على معامل الانكسار، وعوض هذا الحد هنا، وعوض هذا الحد هنا، فتصبح عندي معادلة أوميجا على سي أوفر إن، أوميجا على سي على إن. طبعا الإن بالأعلى بالأسفل تصعد إلى الأعلى، فيصبح عندي الجواب إن أوميجا على سي. طبعا إن أوميجا على سي هذا يساوي كي، إذن عرفنا إحنا أن الفيز فيلوسيتي يساوي سي على إن. إذن الكي عبارة عن إن أوميجا على سي. ووجدنا السرعة، وجدنا السرعة قبل قليل. نجد الآن الـ VG الـ Group Velocity أو مجموع السرع، مجموع الحزم، هو مشتقة الزاوية على مشتقة المسافة. لاحظ لو قسمنا كلا الطرفين على دي أوميجا على دي أوميجا، فيصبح عندي بالحد الأعلى واحد، وأسفل دي زي على دي أوميجا، دي زي على دي أوميجا مشتقة بالأسفل مشتقة المسافة بالنسبة للانتشار، طور الزاوية مشتقة المسافة بالنسبة للانتشار. طبعا هنا لابد لي أن أستخدم هذا الحد، هذا الحد، لأن هذا الحد هو عبارة عن ك، وهنا ك هي عبارة عن هذه المشتقة إن على سي، إن على سي، إن على سي زائد أوميجا على سي، فصلناهما. طبعا إن على سي ثابت لا يتغير، معامل الانكسار لا يتغير، والسي سرعة الضوء لا تتغير، لذا فصلناهما. زائد أوميجا على سي، طبعا أوميجا على سي، الآن أوميجا على سي يمكن أن تتغير بتغير معامل الانكسار بالنسبة للموجة المنتشرة في طور الزاوية المنتشر في الوسط. أرجو أن يكون هذا الموضوع واضحا لكم. إذن إن على سي ثابتان، أوميجا على سي تتغيران بتغير معامل الانكسار بالنسبة للطور الزاوية الذي سينتشر فيه الموجة.
طبعا الآن إذا نحاول الآن أن نعوض الآن لا وجود للتشتت. إذا لم يكن وجود إذا لا يكون وجود للتشتت فإن إن مستقلة عن أوميجا، تكون إن مستقلة عن أوميجا مع الانكسار، لا يوجد له في التردد الزاوي علاقة، لا يوجد له علاقة في هذه الحالة. فسرنا المشتقة في حال لا وجود للتشتت، إذا تكون إن مستقلة عن أوميجا، ويكون دي إن على دي أوميجا يساوي زيرو، يعني لأن هذا يكون حد ثابت ومشتقة الثابت صفر، إذا تكون صفر، فإذا أوميجا سي ضرب صفر تساوي صفر، إذا يختفي هذا الحد كاملا من أمامي، فتبقى عندي السرعة إن على سي واحد على إن على سي، السي تخرج للأعلى. إذا هنا الـ VG يساوي C على N، لاحظ V group و V phase، C على N، C على N لهما نفس السرعة في حالة عدم وجود التشتت. استخدمنا علم التفاضل والتكامل، تطبيقات علم التفاضل والتكامل في العلوم الهندسية وفي العلوم التطبيقية. طبعا في حال كان وجود للتشتت، أي موجود لهذا الشيء، إذا يكون له قيمة متغيرة، فتصبح الجروب فيلوسيتي لا تساوي الفيز فيلوسيتي، فتصبح النتيجة عكسية. إذا سؤال مباشر عن الدرس حاولنا فيه أن نفهم أن مجموع السرع وفي وسرعة الطوق متساويان في حالة عدم وجود التشتت، وبحال وجوده لا يعدان متساويان. أرجو أن يكون الفيديو قد أفادكم جميعا. ممكن أن تشاهد الفيديو أكثر من مرة حتى تفهم الفكرة. طبعا كان في تطبيق مباشر لعلم التفاضل والتكامل بمتغير واحد، تحتاج فقط لأن تفهم ماذا نقصد فيها. الجروب فيلوسيتي والفيز فيلوسيتي، ربما من يشاهد من الفيديوهات السابقة في موضوع الإلكترونيات الضوئية يستطيع أن يفهم ماذا أقصد بهما. شكرا لكم، لا تبخلوا علي بالتعليق ومن الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.